قلت لك تولي. شو تعرف ديزا؟ شو تعرف تخدم؟ أنا عندي ديبلوم أون أورثوفوني ليسونسي. أبار سا ما تعرف دير والو؟ آك سامحني. نعرف ندير قرايتي. نعم صح كون فهم قرايتك قرايتك ما يجي. لازم بالك بالك غادي ما تلقاش واش قريت. ماشي كاع الناس لقاتها كيما بغاتها مش عارف. طلع حسن عاونك على كل حال. وتتقدر على الراجل والراجل خدام خويا فاهم. الراجل كاع ما يتعيبش راك خدام على روحك. بصح زعما هاد الوقفه تاع برا هكا وكثرت فيه ساعدي جا ما بغاش يتهلا فيك اون بليس. ما يمشيو الناشفه صدقني غير الناشفه مازال ما فيها. قلت لك نعطيها انا يا با سوسي مي بغيتك تاكتيفي دوك السيد ما على بالناش وراه رايح وانا عندي رونديفو مع الناس وراك جايبني انت على بالك انا ما غاديش نهضر معاك راك فاهم دوك نهضر مع كريم ماشي معك انت. انا نتلاقى مع خويا هنا يا خويا انا ثاني راهي ناقف الزجل تحت نشوفك اش ما نافيغا ولا خاصني غير عينيتي لا عندك عينيتي اوه الله يرضى عليك واش تقبى في شريكك ولا نقبى تايا سمحت لي الله يرضى عليك ما عنديش عينيتي ديش رجالي عطينا محمد عينيتي خلينا باش يروح عطينا الله يحفظك محمد لا يضغي الخويا باش نقول له بلي نقرا فيك صاحبي نعطيك تليفون ما انا ثاني ما نقول لك ما كانش خويا العزيز فوالا ها ولا عشان كذب على صاحبي دوك نقعد قاعد انا قاعد نهار ولا قاعد في السمش مانيش لو جهه ربي عطيه التليفون خويا محمد يا سعيد يا سعيد في نرمو كما قالوا لك الناس كانوا يقولوا لك كلوفي كلوفي في نرمو صاحبي هذا دوك بيرسونال تليفون دوك انا نعطيك تليفون تاعي ما على باليش لما غادي تعيط اش غادي تقول اش غادي اش عارف خويا قلت انا بابا قلت انا كنا هاك صافي ما كاش مشكل هاك انا واحد ضيف يا اخي مسكين عطاني اني تنعيط لك باش نقول لك بلي نقرا فيك بلاصه فلانيه راهم واصلين منهم هما اللي جابوني وصلوني هنا الله يكثر خيرهم ان شاء الله يفريها ما ها تغطفوني شريكي اوه انا بيونيش واه اخويا احنا نعاودو ندور هذا بالاخر كاش عارف المهم غادي نروح التليفون للسيد و بعدين نفوتو في المون ان شاء الله.